قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو السمرة استجوب رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته مريان الحويك، والتفاصيل مباشرة مع الزميلة زهراء فردون. تفضلي زهراء. نعم شادي، ترك الحاكم المصرف السابق، حاكم مصرف المركزي السابق رياض سلامي رهن التحقيق، وتم تأجيل جلسة مساعدته الشخصية مريان لحويك وأيضا شقيقه رجا سلامي إلى 10 آب المقبل، أي يوم الخميس المقبل، دون أن يحدد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة جلسة جديدة، ودون أن يعين جلسة جديدة للحاكم السابق رياض سلامي. بطبيعة الحال هذه الجلسة تضمنت العديد من الاتهامات في الملف اللبناني تحديدا، وفي التحقيقات التي كانت قد بدأت منذ عام 2020، ولا علاقة للتحقيقات الفرنسية وغيرها التي أجريت سابقا. في هذا التحقيق انفردت رئيسة القضايا، رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلينا، القاضية هيلينا في توجيه الأسئلة للحاكم السابق رياض سلامي، نحو 50 سؤالا وجهوا إلى سلامي، وهذه الأسئلة بطبيعة الحال كانت منها بعض الأسئلة عن الإثراء غير المشروع، التهرب الضريبي، الفساد المالي، وأيضا الفساد في المال العام، وهنالك بعض الأسئلة التي لم تكن قد وجهت سابقا لسلامي وجهتها إليه القاضية إسكندر. أيضا تقدمت القاضية إسكندر بمذكرة، يعني قدمتها إلى قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرة. داخل هذه المذكرة فيها طلب من القاضية إسكندر ومن هيئة القضايا في وزارة العدل بأن نستعين من الجانب الفرنسي بمساعدة في أبرز الملفات والتحقيقات، يعني أبرز الملف المتعلق برياض سلامي الذي توصل إليه الجانب الفرنسي. طبعا يعني بطبيعة الحال سترسل هذه المذكرة من قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة إلى النيابة العامة التمييزية. هذا كان كل شيء حتى اللحظة، نوفيكم بالمزيد من التفاصيل في النشرة المسائية حول تفاصيل هذه الجلسة. نعم شادي، شكرا لك زهراء.